مباشرة إلى حلب، أيضا نبقى في حلب. وليد هنايا مراسل إخبارية سورية من هناك عبر الهاتف. وليد، مساء الخير، وإحاطة مباشرة لهذا الاستهداف في منطقة الحمدانية باستخدام قذائف تحوي على غازات سامة. نعم، البداية تحية لك رانيا ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. حتى لحظات وصلت عدد الإصابات الذين أطالتهم القذائف التي تحتوي على غاز الكلور إلى 38 إصابة. هنالك حالات اختناق منها وصلت لمشفيي الرازي والحلب الجامعي. إذن الحصيلة وصلت إلى 38 مصابا، إضافة إلى ذلك 4 شهداء كما ذكر زميلي أنس رمضان عبر البث المباشر. هنالك حصيلة وصلت إلى نحو 40 شهيدا حتى لحظات مع القذائف التي تسقطت اليوم على أحياء الحمدانية وغيرها من مناطق أخرى كمنطقة صلاح الدين. أيضا رانيا، هذا التصعيد الإرهابي يأتي للمرة الثالثة على التوالي تستهدف مدينة حلب ومناطقها الآمنة ومدنيون مدينة حلب بالقذائف الصاروخية التي تحتوي على غازات سامة. في وقت سابق كان هنالك استهداف المدينة القديمة في مدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة وهي غاز الكلور بالتحديد. رانيا، هذا التصعيد الذي أتى من قبل الإرهابيون أتى بعد فشلهم الذريع بعملياتهم. سنتحدث عن نتائج هذا الاستهداف بشكل سريع، لكن لو سمحت وليد، عندما نتحدث عن استهداف لأكثر من منطقة، استهدافهم بغازات سامة كانت لمنطقة الحمدانية فقط أم أن الموضوع طال مناطق أخرى في حلب؟ نعم نعم رانيا، هذه القذائف التي تصدر غاز الكلور هي تسقطت في منطقة الحمدانية، وهنا نتحدث بأن طبيعة الهواء والمناخ التي تعيشه مدينة حلب اليوم جو صحو، وهنا نتحدث بأن اقتصرت أضرار هذه الغازات السامة في ذات المنطقة التي تسقطت فيها، وهنا نحمد الله لن يكون هناك عواصف أو هواء في مدينة حلب لكي تنتقل هذه الغازات من منطقة إلى منطقة أخرى رانيا. وهنا أيضا نتحدث بأن هذه القذائف هي تتساقط من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتأتي على لو سمحت وليد، من أين تأتي مصدر هذه القذائف؟ مصدر هذه القذائف هي من قبل المسلحين المتواجدين في منطقة البحوث العلمية ومناطق الراشدين والمناطق الممتدة حتى جبهات. أتحدث لك رانيا بأنهم بعد الفشل الذريع الذي لاقوها المجموعات الإرهابية المسلحة بعد يعني إرسالهم عشرات العربات المفخخة وتم تفجيرهم وإفشالهم للمخطط الهجومي باتجاه المحور الغربي، ولن يكون لهم أي تقدم على هذه المحاور. هم بدأوا بنهج وتصعيد إرهابي جديد باستهداف المناطق بالغازات السامة وغاز الكلور كما حدد من مصدر مديرية الصحة في مدينة حلب رانيا. طيب لو سمحت، لديك معلومات وليد عن عدد القذائف التي سقطت المحملة بهذا الغاز السام؟ بطبيعة الحال القذائف هي تهطل كالمطر على مدينة حلب يعني خلال 3 أيام ماضية حتى اللحظة. نتحدث فقط عن ما جرى اليوم. نعم. في الحمدانية يعني استخدامهم. نعم. لغاز. نعم. الكلور. نعم. عدد يعني القذائف اللي حاملة لغاز الكلور. صحيح، عن ما جرى اليوم باستهداف منطقة الحمدانية هنالك أكثر من 15 قذيفة يرجح بحسب ما وصل من إصابات إلى المشافي، ولكن لا تحصى عدد القذائف كون ما زالت المجموعات الإرهابية المسلحة مستمرة باستهداف هذه المناطق وبالقذائف التي تحتوي غازات سامة. طيب لو سمحت وليد، الإصابات بين صفوف الأطفال في ضوء هذا الاستهداف؟ ايضا المناطق التي يعني تتساقط فيها القذائف الصاروخيه وتحتوي لهذه الغازات هي مناطق مكتظه بالمدنيين، مناطق مساحات جغرافيه كبيره، منطقه الحمدانيه هذه المنطقه لديها 7 احياء، هذه الاحياء هي كبيره ورقعه استراتيجيه كبيره، اذا تتواجد فيها العائلات والاطفال والصغار والكبار. احصائيه حتى لحظات هنالك حوالي 6 أو 7 اطفال وهم وصلوا الى مشفيي الرازي وحلب الجامعي كان قد طالتهم غازات الكلور عبر تساقط القذائف في منطقه الحمدانيه، وهنالك عدد من الاصابات ايضا بينهم نساء. طيب عندما نتحدث عن منطقة الحمدانية ولحظة الاستهداف، نتحدث عن نقطة أو مدة زمنية تعتبر هي ذروة بالنسبة لهذه المنطقة أم أن هذا الموضوع لم يكن كذلك في لحظة الاستهداف لو سمحت؟ يعني انصراف مدارس، موضوع الذهاب إلى الجامعات وغيرها. منطقة الحمدانية بطبيعتها جميع أوقاتها هي ذروة، لأن بطبيعة الحال كما منطقة تجمع سكني كبير. نعم
نعم، نظرا لانها تحتوي على احياء سكنيه كبيره ومحال تجاريه، ابنيه سكنيه واكثر من 10 مدارس في هذه المنطقه بالتحديد من كافه الحلقات، سواء كان الابتدائيه ولا كانت الثانويه رانيا. وهنا نتحدث بان هذه القذائف هي طالت الاحياء، ولكن عند التصعيد الارهابي الذي اتى خلال الايام القليله الماضيه والقذائف التي تساقطت هنالك اصبح حرصا على سلامه المواطنين التواجد في منازلهم. الاداره السياسيه بدورها عبر مكبرات نقاله هي دارت وجلت في الشوارع بالتزام المدنيين منازلهم، كون يعني المجموعات الارهابيه المسلحه تستمر في تصعيدها الارهابي وتقوم باستهداف المناطق الامنه، وهذه المنطقه بالتحديد هي محاذيه تماما لمنطقة الاشتباكات التي هجمت عليها المجموعات الإرهابية المسلحة كمنطقة ضاحية الأسد أو سواء كان على صعيد مشروع 1070 شقة. طيب لو سمحت وليد، التعامل عسكريا من قبل الجيش العربي السوري مع مصادر إطلاق هذه القذائف، هل هناك عملية عسكرية بدأت؟ هل نتحدث عن آخر التطورات عسكريا نتحدث في ضوء ما جرى اليوم لحتى استخدمت التنظيمات الإرهابية هذه الغازات؟ صحيح رانيا، العمليات العسكريه هي مستمره منذ تمام الساعه الرابعه صباحا، كان هنالك هجمات للارهابيين، الجيش العربي السوري تصدى لهم كبدهم خسائر، وهنا لابد ان ننفي عبر شاشه الاخباريه السوريه كل ما تتحدث به قنوات سفك الدم السوري بان المجموعات الارهابيه المسلحه وصلت الى منطقه 3000 شقه في منطقه الحمدانيه او مشفى الرجاء او غيرها من حلب الجديده، وايضا ننفي حول ما يشاع عن قطع طريق حلب باتجاه الريف الشرقي باتجاه طريق خناصر اسريا، ايضا هذا الموضوع عار عن الصحه، اليوم جميع الرحلات هي سيرت من والى مدينه حلب، اما بالعوده الى الميدانيات الجيش العربي السوري ومنذ ساعات الصباح الاولى حتى اللحظات الماضيه فلعات جويه مكثفه باتجاه معاقل الارهابيين، لا سيما بالتصدي لهذا الهجوم الكبير الذي ياتي من قبل الارهابيين والمتجج بالعربات المفخخه والانغماسيين، ويعني اخيرا كان لديهم العمل الارهابي الجديد عبر استهداف المناطق بالقذائف الصاروخيه التي تحتوي على مواد سامه وغازات الكلور، ايضا الجيش العربي السوري ليس فقط بالتصدي هو تواجد بل فتح ايضا جبهات اخرى كمنطقه المدينه القديمه بالتوجه على معاقل الارهابيين وغيرها من النقاط الاخرى، وهنا نتحدث ونطمئن اهالي مدينه حلب بانه لا تغيير على خريطه السيطره على طول المحور الممتد من الغرب من مدينه حلب باتجاه جنوب الغرب، وهذه الحرب هم بداوها على ارض الواقع كميدان ولن يكون لهم اي تقدم لان الجيش العربي السوري ردهم بشكل المناسب وبكافة الوسائط النارية، وهنا نتحدث أيضا بأنهم عندما ولم قدروا على التقدم قاموا بالإعلام المغرض وقاموا أيضا بنشر وإشاعات الأكاذيب بأنهم تقدموا وسيطروا، ونحن سنتجول اليوم عبر مدينة حلب بكافة شوارعها وننقل عبر الشاشة الإخبارية السورية واقع المعيشة، ولكن لن ننكر بأن هنالك تساقط للقذائف. نعم. هناك تساقط للقذائف وتحتوي على غازات سامة. طيب أشكرك وليد هنايا مراسل الإخبارية السورية على تواجدك معنا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة، إلى أن نكون معك في وقت لاحق، شكرا جزيلا. إذا نذكر بأن التنظيمات الإرهابية استخدمت اليوم عشرات القذائف الصاروخية المحملة بغازات سامة، هي غاز الكلور تحديدا، استهدفت مناطق وتجمعات سكنية، هي منطقة الحمدانية، والحمدانية بطبيعة الحال هي منطقة تجمع لمجموعة أحياء، هي 7 أحياء، معروفة عن هذه المنطقة بأنها تجمع سكني كبير جدا يشهد على مدار اليوم تحرك وحركة للمدنيين بشكل كثيف. هذا الاستهداف الذي قامت به التنظيمات الإرهابية على هذه المنطقة سقط به 38 مصاب، بينهم أطفال وبينهم نساء، أكثر الحالات التي وصلت للمشافي هي حالات اختناق بهذا الغاز. بطبيعة الحال أيضا تحدث مراسلنا وقال بأن هذه المنطقة متاخمة لمناطق اشتباكات يجري فيها عمليات عسكرية واسعة النطاق. أنتقل مباشرة إلى ضيوفنا للتعقيب على هذه الحادثة، سيادة اللواء محمد عباس محمد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا السيد سلمان شبيب المحلل السياسي عبر الهاتف من دمشق. سيادة اللواء مساء الخير.